إذا بيجي لعندي داعية على سبيل المثال وبيقول لي بالإعجاز العلمي وبيقول لي كيف كان لمحمد أن يعلم هذه المعلومات، أنا بجاوب أنا لا أعلم كيف كان لمحمد أن يعلم هذه المعلومات، هناك آلاف الأسباب لكيف لمحمد أن يعلم هذه المعلومات، أنا لا أعلم ما هي. قد يجيب هو لا، هناك سبب واحد فقط، وهو أن هذا الرسول متصل مع الملاك، متصل مع ما وراء الكون ويأتي بآيات وإلى آخره. عندها أنا مجبر أن أقول ممتاز، أعطيني دليلا على هذا الادعاء. وهذا هو الشيء الذي لا يستطيعون أن يأتوا به، يستطيعون فقط افتراض صحة هذا الادعاء المفضل لهم، لكن لا يستطيعون تقديم أي أدلة، لأنه لا يوجد أي أدلة. في ثلاث احتمالات عقلية للقرآن الكريم. إما أن القرآن الكريم يكون كلام بشر، سواء البشر ده هو الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه أو شخص آخر كتبه والرسول عليه الصلاة والسلام أخذه منه. الاحتمال الثاني أن يكون وحي لكن مش من الله، وحي من الشيطان، الشيطان أو حبيب للرسول عليه الصلاة والسلام. الاحتمال الثالث أن يكون وحي من الله للرسول عليه الصلاة والسلام. إذا استطعنا أننا ننفي اثنين من دول يبقى الثالث هو اللي صح. تعالوا بقى نشوف هل ينفع يكون القرآن ده كلام الشيطان، يعني وحي الشيطان بيوحي به للرسول عليه الصلاة والسلام؟ يعني بالعقل هذا مستحيل. ليه؟ الشيطان لو هيكتب كتاب أو لو هو هيرسل كتاب مش هيذم نفسه في كل صفحة من صفحات هذا الكتاب تقريبا، مش هيسب نفسه، مش هيلعن نفسه، مش هيحذر من نفسه، مش هيقول ولا تتبعوا خطوات الشيطان، مش هيأمر بالخير، مش هينهى عن الفحشاء، مش هينهى عن الكذب، مش هينهى عن القتل. طبعا مستحيل يكون كلام الشيطان. طيب يبقى فاضل عندنا إما أن يكون كلام ربنا أو أن يكون كلام بشر. تعالوا نشوف احتمال أن يكون كلام بشر. إما يكون كلام الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه أو كلام بشر آخر والرسول عليه الصلاة والسلام أخذه منه. يعني قبل ما يظهر الرسول عليه الصلاة والسلام كان اليهود في الجزيرة العربية بيقولوا للعرب إن زمان آخر الأنبياء جه وإحنا هنتبعه ونقتلكم قتل إرم وعاد. كانوا متوقعين طبعا إن يكون هذا النبي نبي آخر الزمان من بينهم زي معظم الأنبياء ما كانوا فعلا من بني إسرائيل. طيب لما هو نبي عربي وكتابه عربي وأرسل في الأول للعرب، إزاي يستفز العرب بأنه يسمي سورة كاملة، سورة طويلة على اسم واحدة من بني إسرائيل مريم؟ طب ليه ما كانش يسميها خديجة على اسم زوجته الحبيبة، أو يسميها فاطمة على اسم بنته الحبيبة، أو على اسم أو آمنة على اسم والدته؟ مين يقدر يسمع لنا كده آيتين من سورة خديجة أو من سورة فاطمة أو من سورة عائشة أو من سورة أمينة؟ ما فيش ليه؟ طب ما دول كلهم ستات أثروا جدا في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني يسمي مريم وما يسميش سورة على اسم كل واحدة في دول؟ لا، لأن هو مش شغله، مش صنع إيده، مش اختراعه. أدي أول حاجة. حاجة تانية، أنا لما ألاقي كتاب من غير جلدة أقرأ شوية في الكتاب ممكن أعرف الكاتب بتاع الكتاب ده لو أنا كنت قريت له قبل كده. يقولك لا ده الستايل بتاعه، ده الأسلوب بتاع هذا الكاتب. لا الكتاب ده أكيد بتاع مثلا تشارلز ديكنز، أو الكتاب ده أكيد بتاع شكسبير، أو الكتاب ده أكيد بتاع مثلا نجيب محفوظ. هل الرسول عليه الصلاة والسلام قال حاجة تانية غير القرآن؟ قال السنة. أي واحد بيفهم عربي في الدنيا لما يقرأ من القرآن ويقرأ من السنة النبوية يقدر يعرف ان دول اسلوبين مختلفين عن بعض تماما، مش ممكن يكون نفس اللي كتب ده هو اللي كتب ده. هذه الحاجة التانية. الحاجة التالتة، هناك آيات تربوية يربي فيها الله سبحانه وتعالى الرسول عليه الصلاة والسلام. خلي بالك الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أبوه وأمه ماتوا وهو صغير، وعندك كمان جده مات وهو صغير. طب مين رباه؟ ربنا سبحانه وتعالى هو الذي ربى النبي صلى الله عليه وسلم. وهنلاقي آيات زي مثلا سورة عبسة، عبسة يعني كشر. القصة بتاعتها وإن الرسول عليه الصلاة والسلام كان جالس في اجتماع مهم جدا مع كفار قريش. فالاجتماع مهم، أحد الصحابة كان جاي وكان رجل ضرير أعمى، فسمع صوت الرسول عليه الصلاة والسلام، ما يعرفش انه قاعد في اجتماع مهم،
فطلب منه النصيحة، انصحني يا رسول الله انصحني، فقال له انصحني. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لما شافه جاي لأن مش وقته فكشر ودور وشه وكمل كلام مع الكفار. اللي يبص للموضوع ده يلاقي انه الرجل المسلم لم يتأذى لانه ضرير، ما يعرفش ان الرسول عليه الصلاة والسلام كشر ولا يعرف ان هو دور وشه الا من القرآن. تنزل ايات في منتهى القوة تقول عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى فانت له تصدى. خلي بالك، يعني الايات في منتهى القوة تلوم النبي عليه الصلاة والسلام ان هو كشر ودور وشه، ولا كان حد من الصحابة يعرف الموضوع ده، ولا الراجل نفسه كان يعرف الضرير ان الرسول صلى الله عليه وسلم كشر ودور وشه. وبعدين ايه؟ كلا انها تذكرة، يعني ده بنذكرك بهذا حتى لا يحدث هذا مرة اخرى. سبحان الله العظيم، هناك ايات اخرى كثيرة ايضا تربي النبي صلى الله عليه وسلم، منها مثلا القصة التي حدثت لما بعض الكفار راحوا لليهود وقالوا لهم أنتم أهل الكتاب عندكم علم أكتر مننا، قولوا لنا على أسئلة نسألها له فنحرجه قدام أصحابه فيكتشفوا أنه هو مدعي نبوة وأنه هو كذاب. فقالوا لهم خذوا الثلاث أسئلة دول واسألوهم له. أول سؤال اسألوه عن بعض الشباب اللي ناموا في كهف، تاني حاجة اسألوه عن الروح، ثالث حاجة اسألوه عن ملك اسمه ذو القرنين. فراحوا سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام فقال لهم أخبركم غدا أقول لكم بكرة. خلي بالك الرسول صلى الله عليه وسلم يعني وما ينطق عن الهوى، ما بيتكلمش من دماغه، لكن هو نسي أن يقول إيه؟ إن شاء الله. بس يحصل إيه؟ 15 يوم ما تنزلش الإجابة والكفار يروحوا يسألوه وهو في كل مرة يقول لهم لسه ما فيش إجابة. طبعا وضع محرج جدا، لغاية ما بعد 15 يوم من هذه التربية الربانية للنبي صلى الله عليه وسلم تنزل سورة الكهف بالإجابات الثلاثة، ومن ضمن سورة الكهف آية بتقول له ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. تربي النبي صلى الله عليه وسلم وتربينا من خلاله ان احنا دايما نرجع المشيئة لله. الموضوع ده قتل بحثا، القرآن ليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طب يمكن كلام بشر اخر؟ لا يمكن، هناك عندنا عدة اشياء نقدر نثبت فيها ان هو مش كلام اي انسان. خلي بالك القرآن الكريم انزل في وقت كان العرب فيه هم أساتذة البيان، أساتذة الشعر، متحكمين في اللغة العربية في إيديهم زي العجينة، بيعملوا بيها اللي هم عايزينه، بيشكلوا بيها الشعر ونثروا، حاجة في منتهى الروعة. ربنا سبحانه وتعالى تحدى أساطين اللغة العربية بقوله لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. يعني لما تعملوا ايه مش هتعرفوا تجيبوا مثل هذا القرآن ابدا، لا انس ولا جن. طيب ده تحدي كبير جدا، ما عرفوش اساطين اللغة العربية الشعراء الكبار يعملوا زي هذا القرآن، فخدوا ديسكاونت، ربنا اداهم خصم. طيب هاتوا 10 صور بس، ام يقولون افتراه قل فأتوا بعشر صور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. روحوا بقى هاتوا اللي انتوا عايزينه واعملوا لنا 10 صور بس، برضو ما عرفوش، خدوا كمان ديسكاونت، أخدوا خصم تاني. ربنا سبحانه وتعالى قال لهم في القرآن الكريم متحديا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. هاتوا سورة واحدة. ففي تحدي كبير جدا لأساتذة اللغة العربية في هذا الوقت إن هم يعملوا مثل هذا الإعجاز. ففي إعجاز بياني، إعجاز لغوي في القرآن الكريم. هناك أيضا نوع آخر من الإعجاز وهو الإعجاز العلمي.
ربنا سبحانه وتعالى بيقول سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. يعني إذن هناك آيات معجزات ربنا هيوريها لنا في أنفسنا وفي الآفاق وفي كل مكان. خلي بالك بقى عندك آيات خطيرة لم يستطيع الإنسان يمكن أنه يفهمها إلا بعد التطور الأخير في القرن 19 والقرن 20 والاكتشافات العلمية اللي اكتشفت. مثلا ربنا سبحانه وتعالى له آية بتقول فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. إذا ربنا يريد أنه يهديه يشرح صدره للإسلام. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. خلي بالك مش يصعد في السماء، يصعد في السماء، يعني الصعود في السماء تدريجيا يؤدي إلى ضيق الصدر تدريجيا. طب مين كان يعرف هذا الكلام؟ هل الرسول عليه الصلاة والسلام هو أو حد من الصحابة كان رائد فضاء مثلا؟ ما فيش حد يمكن رائد فضاء. طب مين كان يعرف هذا الكلام؟ إلا الخالق سبحانه وتعالى. Suppose and ask this question to an atheist and even to a person who does not believe in the Quran, that suppose there is an object which is given to you who no one in the world has ever seen before and is brought in front of you and ask the question, who will be the first person who will be able to tell you the mechanism of this object who no one in the world has seen? As I'm asking the question, suppose there is something which is brought in front of you, there's an equipment who no one in the world has seen before, and if I ask you the question, who will be the first person who will tell you the mechanism of this new object? Who? Creator, very good. Some will say creator, some will say manufacturer, some will say producer, some will say inventor, whatever it is keeping in your mind. Now ask the next question, that's how did our universe come into existence? The person of knowledge will tell us that first our universe was one primary nebula. Then there was a secondary separation, then the Big Bang, which gave rise to galaxies, the stars, the sun, and the planet Earth on which we live. When we come to know, he will tell you we came to know about 35 years back, 40 years back, Big Bang. Now this thing is mentioned in the Quran 1400 years ago, in Surah Anbiya, chapter number 21, verse number 30, where it's mentioned, أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفْرُوا. Do not the unbelievers see, أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتْ رَتْقًا فَرَقْنَهُمَا. That the heavens and the earth were joined together, and we clove them asunder. This Big Bang we're talking about is mentioned in the Quran in a nutshell 1400 years ago. Some will say, maybe it's a fluke. No problem, don't argue with it. I ask the next question. What is the shape of the earth? So the person will tell me that the shape of the earth is spherical. When I ask the question, when did you come to know? He will tell that recently, 100 years back, 200 years back, previously we thought that the earth is flat. It was in 1577 when Sir Francis Drake, he sailed around the earth and he proved that the earth was spherical. The Quran mentioned 14 years ago in Surah Naziat, chapter number 79, verse number 30. Wal ardha ba'da zalika dahaha. And thereafter, we have made the earth egg-shaped. And today we know that the world is not completely round like a ball. It is geospherical in shape. It is sudden from the pole and bulging from the center. And the Arabic word dahaha refers to the egg of an ostrich. And if you analyze, the shape of an egg of an ostrich is geospherical in shape. Who could have mentioned that the earth is geospherical in shape in the Quran 1400 years ago? Someone will say, okay, maybe a prophet Muhammad, peace be upon him, was very intelligent. Don't argue. Continue. When we ask the atheist or a person who doesn't believe in the Quran, that the light of the moon, is it its own light or reflected light? So he will tell us that previously we thought that the light of the moon was its own light. Recently, 100 years back, 200 years back, we came to know that the light of the moon is reflected light of the sun. The Quran mentions in Surah Furqan, chapter 25, verse 61, that the light of the moon is borrowed light. It is described as munir or nur, borrowed light or reflected light. Who could have mentioned this in the Quran 14 years ago? When I was in school, I had learned that the earth and the moon, they revolved and they rotated. But the sun was stationary. It did not rotate about its own axis. Quran mentions in Surah Anbiya, chapter 21, verse number 33,
هو الذي خلق الليل والنهار. It's Allah who has created the night and the day. والشمس والقمر, the sun and the moon. كل في فلك يسبحون. Each one traveling in orbit with its own motion. The Quran says the sun and the moon, besides revolving, they're also rotating about their own axis. Today we have come to know that the sun takes approximately 25 days to complete one rotation. Who could have mentioned this in the Quran 49 years ago, that the sun rotates about its own axis? Furthermore, recently we came to know that the universe is expanding. It was Edwin Hubble who mentioned this. Quran mentions 49 years ago in Surah Dariyat, chapter 51, verse 47, that the universe is expanding. The Quran speaks about the water cycle in great detail in several places. The water evaporates from the ocean, rises up, forms into clouds, moves into the air, falls down the red, in several places. In Surah Az-Zumur, chapter 39, verse 21. In Surah Mu'minun, chapter 23, verse number 18. In Surah Rum, chapter number 30, verse 24. In Surah Hijr, chapter 15, verse 22. In Surah Nur, chapter 24, verse 43. Again, go on and quoting only the references of the water cycle in the Quran. Who could have mentioned this? We came to know recently in our school, we are taught that Bernard Palissy was the first person who described the water cycle in 1580, which is mentioned in the Quran 14 years ago. Who could have mentioned this earlier? Now there'll be a big pause. I can go on. We did not know that the plants have sexes. Quran mentions 14 years ago in Surah Taha, chapter 20, verse 53, that the plants have sexes, male and female. Recently, we have come to know that the two types of water, salt and sweet, and there is a barrier between them which cannot be trespassed. It's mentioned in the Quran in Surah Rahman, chapter 55, verse number 19 and 20. It's also mentioned in Surah Furqan, chapter 25, verse 53, about the same thing. The Quran speaks about embryology. The Quran speaks about medicine. The Quran speaks about genetics. I can go on and give a lecture of us together. Who could have mentioned this 14 years ago? Brother, who could have mentioned that? What's the answer? Who? Creator, manufacturer, inventor, producer, this creator, this manufacturer, this inventor, we Muslims call as Allah.